هذه هي الكلوزد لوب. طيب المطلوب الثاني في المسألة وهو obtain the response اللي هي y of t when k مرت ب10 ومرة ب80 بمعلومية أن T torque disturbance حتساوي صفر. هذه بإمكاننا إيجادها باستخدام الماتلاب. عندنا طريقتين نستخدم فيها الماتلاب، إما أن نأخذ الـ closed loop transfer function في جزئية كمان في السؤال at step input، يعني ال r of s حتساوي 1/s. طيب ناخذ closed loop transfer function افضل، يعني نحط في الماتلاب at k a equal to 10 نقول الجي حتساوي transfer function في 50,000 لأن ضربنا 10 في 5,000 1,020 20,000 و50,000 then step الجي فاصلة جريد نحط انتر. جي حتساوي ترانسفير فانكشن 50,000 1,020 20,000 50,000 بإمكانك أكتبها كالآتي E5 5E4 5×10^4 حط Enter حتطلع لي Transfer Function. والآن أحط Step الـJ و Enter أو Step الـJ و جريد هذه هي الريسبونس، يعني السيستم يحصل على ستيدي ستيت في 1.8 سكندز. وستيدي ستيت فاليو عندنا عبارة عن 1 متر لأنه بوزيشن. at k equal to 80 في الماتلاب k equal to 80 يعني g transfer function 5,000 في 80 اللي هي 400,000 4E5 1,020 20,000 و4E5 وكذلك اعمل step الجي وجريد. الآن مطلوب ثالث اللي نقول مطلوب C what is the transfer function
حيكون ماذا؟ حيكون y دي اوف اس على الدي. نرجع للرسمة حتى نرى كيف استخرجناه. الديستربنس علاقة ال y اوف اس مع الديستربنس تو، انا سميتها دي اوف اس، عبارة عن ال جي تو هذا ترانسفير فانكشن لي اللود قسمة واحد زائد، لان هنا عندنا نيجاتيف فيدباك كي اي في الجي. الجي هو عبارة عن واحد على اس دي اس زائدا 20 على واحد زائدا 5000 في كي اي على اس زائدا 1000 مضروبة في تربيع زائدا 20 اس. البسط والمقام في اس تربيع زائد 20 اس على اس تربيع زائد 20 اس، هتروح هذه مع مقام الجي 2، يبقى عندنا في البسط واحد، وهنا حتنضرب حتصير اس تربيع زائد 20 اس لما ضربناها في الواحد زائدا، يبقى عندنا 5000 كي اي على اس زائدا 1000. ممكن تبسيطها بشكل اكبر، كيف نوحد مقامات المقام؟ فيصير عندنا اس زائدا 1000 مضروب في الاس تربيع زائد 20 اس، زائدا 5000 كي اي. هذا حيكون برضو نفس، حيكون على الاس زائدا 1000. انا وحدت مقام المقام في الترانسفير فانكشن. ما الذي باقي عندنا؟ اذا هذه حتروح في البسط، تبقى اس زائدا 1000 على، لو وزعنا الضرب على الجمع حتبقى عندنا الاس تكعيب زائدا 1020 اس تربيع زائدا 20000 اس زائدا 5000 كي اي. وهذه ترانسفير فانكشن لي الديستربنس، علاقة ال what is the steady state output due to واحد step disturbance. اثنين امبلس، ديستربنس. الحل هيكون كالآتي، اذا قال